أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفن الزراعي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج في بيتنا مدرسة على قناة مصر التعليمية ودي الحلقة الثانية إن شاء الله للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 ومادة محاصيل الحقل للصف الثاني جميع المجالات بنعمة ربنا اليوم هنتكلم احنا بدأنا في الحلقة السابقة عن محاصيل البذور الزيتية واخدنا ثلاث محاصيل وكانت الميزة فيهم ان هي محاصيل صيفية كان دوار الشمس وفول الصويا والسمسم ان شاء الله هنكمل النهاردة باقي محاصيل البذور الزيتية وخصوصا المنهج الخاص بشهر ابريل او شهر اربعة للفصل الدراسي الثاني تعالوا نتابع مع بعض ونشوف تاني محصولين مهمين جدا والميزة فيهم ان هي محاصيل شتوية محاصيل البذور الزيتيه القرطم والكانولا هنبتدي بمحصول القرطم القرطم عشان نشوف الاهميه الاقتصاديه بتاعته والعمليات الزراعيه اللي احنا ب... لازم كفنيين نكون فاهمينها وازاي نتعامل مع النبات كمحصول اقتصادي تعالوا نشوفه مع بعض هو ليه اقتصادي فاول حاجه في القرطم كمحصول اقتصادي ايه هي الاهميه الاقتصاديه لمحصول الكرتم. القرطم تستخدم الصبغه بتاعه الكورتوم اللي هي بتستخرج من البتلات ازهاره في صبغ الملابس والاغذيه عشان كده هو محصول مهم اقتصاديا بتلات الكورتوم ايضا اللي بنقول عليها العصفر كاسم تجاري بنلاقيه في السوق تستخدم في صناعه المخلل مش بس كده الزيت بيستخدم في التغذيه المباشره وبنقدر نعمل منه سمن صناعي وايضا الزيت بيستخدم في تحضير بويات الرسم وفي صناعه الصابون والكذب الناتج من عصر البذور الغير المكشورة يستخدم كغذاء جيد للمشي والأغنام لأن نسبة البروتين فيه بتكون 19% أما الكزب اللي خارج من البذور المقشورة بيستخدم في تغذية الدواجن لأن نسبة البروتين فيه البروتين الخام 36% سريعا نبص بص على الوصف النباتي لمحصول او نبات الكرتم الكرتم بيتبع على عائلة المركبة فهنلاقي الجذر وتدي متعمق لونه ابيض اما الساق فساق الكرتم او العصفور قائمه مستديره طولها بيوصل من متر الي اتنين متر ونص عند النضج وبتغير اللون طبعا حسب الصنف اوراق الكرتم ورقه بسيطه لحميه سميكه عديمه الأزنات والحافه مسننه بتتجه طبعا الحافه الي اعلى والعرق الوسطي بيكون بارز من السطح السفلي نوره الكرتم نوره راسيه يعني بتوجد في راس النبات لون البتلات بتكون اصفر بيحمر بعد كده بتقدم العمر زي ما ظاهر في الصوره النورات بتكون شوكيه في معظم الاصناف ونسبه الزيت بترتبط ارتباط عكسي بوجود الاشواك من عدمها ثمره الكرطم تشبه ثمره دوار الشمس مع الفرق طبعا انها بتكون اصغر حجما واكثر صلابه لون الثمره بيكون ابيض او كريمي الاغلفه بشكل عام تمثل حوالي من 33 ل 45% من وزن الثمره لان في علاقه عكسيه ما بين نسبه الاغلفه في الثمره ونسبه الزيت. نسبه الزيت بتتراوح من 30 ل 45% نسبه زيت عاليه طبعا نسبه البروتين كمان بتكون من 12 ل 25%. اصناف الكرتون احنا عندنا صنف اسمه جيزه واحد الصنف ده بيتميز بطول نباتاته بتوصل ل 2 متر بيكون متفرع بيظهر بعد 140 يوم نسبه الزيت بالبذره بتوصل لحوالي 33% اما نسبه الاغلفه في الثمره بتكون 44% ايه هي الاحتياجات المناخيه لمحصول الكورتم؟ طبعا احتياجاته المناخيه بيوافق القرطم الجو المعتدل في مبدا النمو وايضا في مرحله تكوين البذور لكن نباتاته لا تتحمل الصقيع بيتزرع عندنا هنا كمحصول شتوي في الوجه القبلي التربة المناسبة لزراعة الكرتم كنبات بتناسبه طبعا الأرض الصفراء التقيلة الجيدة الصرف ومش بيلاقي نمو خالص الأراضي التقيلة أو الأراضي الرملية زيادة خصوبة الأرض بتحتوي على نسبة عالية من الأزوت دي بتعمل مشكلة عندنا في إيه؟ النبات بتتأخر في النطق وبيكون النبات قليل الأزهار احنا عارفين ان الأزوت كعنصر غذائي مرتبط بالنمو الخضري في أي أرض فيها خصوبة عالية وبتحتوي على ازوت هتقلل معايا الازهار والنبات هيتأخر في النضج الكرطم بشكل عام بيتحمل ملوحة التربه بدرجة تماثل محصول الشعير احنا عارفين الشعير محصول من محاصيل الحبوب اللي بيمتاز طبعا بتحمل الملوحة ميعاد زراعة نبات الكرطم بما انه محصول شتوي فهنزرعه في منتصف اكتوبر يعني نصف شهر عشرة حتى منتصف نوفمبر الدورة الزراعية لمحصول الكورتم النبات ده ملوش دورات زراعية خاصة بيه يعني ولكن بيتزرع تحميل علي بعض المحاصيل الشتوية المختلفة يا يعني اما في جور منتشرة او في سطور متباعدة او اقدر ازرعه كسياج حول المحاصيل الشتوية طرق زراعة الكورتم اقدر ازرعه بطريقة العفير في الجور علي خطوط طبعا دي زراعة جافة بحرة الارض كالمعتاد بزحفها بخططها بمعدل 12 خط للاصابتين بقسم الأرض بتاعتي وأمسح الخطوط بعد كده أزرع التقاوي معدل خمس بذور في كل جوره عشان عمليات الخف بعد كده والمسافه ما بين كل جوره وجوره بتكون حوالي عشرين أو خمسه وعشرين سنتي. طريقه من طرق الزراعه الخاصه بالقرطم اقدر ازرع عفير في سطور هنا المسافه بتكون منظمه اكتر بتكون خمسين سنتي بين السطر والتاني ويكون الكلام ده بعد خدمه الارض طبعا والتقسيم ثم الري أقدر أزرع الكورتم بطريقة الزراعة حراتي بدار دي زراعة رطبة بروي الأرض وأزرع التآوي بعد استحراس الأرض يعني إيه استحراس الأرض المستحرصة بتكون نسبة الرطوبة فيها حوالي 50% يعني ولا هي رطبة بزيادة ولا جافة بزيادة بعد كده أحرث الأرض وزحف وأقسم الأرض إلى أحواض الطريقة الرابعة أقدر أزرع الكورتم زراعة حراتي تلقيط خلف المحرات وهنا ببتدي القط البذور خلف المحرات وهو شغال بعد ري الارض واستحرصها وزحف واس طب انا عشان ازرع فدان من الكورتم محتاج كميه قوي قد ايه الكميه اللي انا بحتاجها بتكون من 5 كيلو ل 15 كيلو جرام للفدان الواحد ليه الحيز كبير لان طبعا حسب الغرض من الزراعه هل انا هزرعه محصول منفرد يعني الفدان كله هيكون كورتم ولا هيكون محمله على محصول شتوي موجود عندي لو انا محمله طبعا احتاج 5 كيلو لو انا زرعه منفرد هحتاج الكميه الكبيره 15 كيلو الخف عمليه من العمليات اللي بتتم بعد الزراعه طبعا بعد اكتمال الانبات بحوالي شهر من الزراعه بيكون كل النباتات عندي او البذور تم انباتها بشكل كويس ببتدي اختار احسن نباتين واسيبهم في الجوره واتخلص من النباتات الضعيفه طب لو انا زارع على سطور او زرع بضار بحاول وانا بأخف النباتات بأترك ما بين كل نبات والتاني 40 سم ده في حالة الزراعة بدار لكن لو جور على خطوط بترك نباتين فقط انا زرع في الجورة الواحدة خمس, خمس بزور فبعد عملية الانبات التام بعد مرور شهر من الزراعة اقدر اختار احسن نباتين واتركهم في الجورة التسميد بضيف طبعا 30 وحدة ازوت للفدان بعد عملية الخف على طول وعند الزراعة في الأراضي الرملية وبضيف كمان سوبر فوسفات بمعدل 100 كيلو جرام للفدان قبل الزراعة في الأراضي الفقيرة في الفسفور الري ري القرطم بيتروي طبعا القرطم مرتين الاولى بتكون قبل التزهير والتانية بعد قطف البتلات وبزود عدد الرياض في الاراضي الخفيفة القوام الحشائش ومقاومتها بتتم بعملية العزيق طبعا او النقاوة اليدوية اهم امراض اللي بتصيب القرطم هي عفان البزور ومرض الزبول اهم الحشرات دوده البراعم والمن الازهار واطف الثمار تعالوا نشوف هنا النباتات طبعا بتظهر في نص شهر مارس وحتى منتصف شهر مايو في خلال الشهرين دولت بيكون اكبر عدد من الازهار اتكون في خلال شهر ابريل وبيستمر حتى منتصف مايو فبيتم جمع البتلات بتلات اللي هي بنقول عليها العصفر كل من 2 ل ايام في الصباح الباكر بجفف البتلات طبعا بعد ما اجمعها في مكان ظليل واقلبها من وقت للتاني البتلات زي ما قلنا الاسم التجاري او المطلق عليه في السوق بنقول عليها عصفر وتستخدم في تلوين المخلل زي ما قلنا في الاهميه الاقتصاديه. حصاد الكرتم الحصاد بيتم بالتقليع بقلع النباتات بعد تمام النضج بتاع البذور في خلال شهر خمسه وسته علامات النضج اللي اقدر احكم بيها ان انا انزل الغيط بتاعي واحصد المحصول الاقي الاوراق السفليه بتجف وده بعد انتهاء التزهير بحوالي شهر وكمان بيسهل فصل البذور عن النورات لما اهرسها بين صوابعي كميه المحصول الفدان من الكرتون بيديني لو هنتج بتلات بجمعها كل يومين ثلاثه هيديني من 25 ل 35 كيلو جرام طب من البذور من 5 ل 8 اردب للفدان وزن الارداب الواحد في القرطم 113 كيلو جرام وكمان هيدين الفدان من اربع لست احمال من الحطب وناخد بالنا هنا الزيت المستخرج من الكرطوم او من البذور بيسمى الزيت الحلو درسنا السمسم وكان من محاصيل البذور الزيتيه والزيت اللي كان مستخرج منه كنا بنقول عليه زيت السرج وبرضه نفتكر الكتان والقط كان كل زيت مستخرج من البذور ليه مسمى هنا الكرتم الزيت المستخرج منه اسمه الزيت الحلو تتم عمليه الدراسه طبعا يدويا او اليا وبعد كده بزري عشان افصل البذور كده محصول الكورتم اول محصول في حلقه اليوم تم دراسته بشكل وافي تعالوا ننتقل للمحصول الثاني من محاصيل البذور الزيتيه وهو الكانولا كانولا طبعا محصول مهم طبعا اقتصاديا الزيت الناتج منه مشابه للزيت المستخرج من بذور فول الصويا بيحتوي طبعا زيت الكانولا على 6% من الاحماض الدهنيه المشبعه و94% من الاحماض الدهنيه الغير مشبعه وبيستخدم طبعا زيت الكانولا على نطاق واسع في كندا واوروبا وامريكا واليابان وايضا المحصول ده ليه مسمى اسمه سلجم الزيت او الكانولا هو السلجم طيب ايه الاهميه الاقتصاديه للكانولا بيعتبر تاني محاصيل الزيوت الهامه من حيث الكميه في العالم بعد فول الصويا الزيت الناتج بيستخدم طبعا في تغذيه الانسان مهم اقتصاديا لان الزيت بيخش في عديد من الصناعات الكيماويه والطبيه اقدر استخدم الحطب او النباتات بعد الحصاد بعد ما بفصل البذره في تغذيه الحيوانات بعد ما بأضيف للحطب مولاس ويوريا اليهم ونسبه الزيت في البذور بتوصل لحوالي من 40 ل 50 او ل 45 عشان كده هو مهم اقتصاديا سريعا نبص على الوصف النباتي ل نبات الكانولا هو نبات حولي عشبي بيتبع على العائله الصليبيه الجذر فيه وتدي متعمق سريع النمو عليه جذور سنوية اما الساق قائمه اسطوانيه متفرعه والساق الراسيه هنا بتنتهي بنوره هي والافرع النبات بياخد شكل متورد في بدايه نموه خاصه عند انخفاض درجه الحراره بس بعد فتره النمو الخضري وضيف الجو بيظهر الساق أوراق الكانولا أوراق بسيطة جلسة بتتواجد بشكل متبادل على الساق أو شكل حلزوني ليها حافة متعرجة العرق الوسطي بيكون غليظ عند قاعدة الورقة والعرق ده بيستدق عند القمة طبعا بيكون واضح أو ظاهر من السطح السفلي للورقة والورقة بتكون ناعمة الملمس أو جلدية عصرية نورة الكانولا أو الزهرة النبات هنا بيحمل نورة رأسية في نهاية الساق الأصلي وبتخرج النورات في أباط الأوراق أيضا في تتابع قاعدي من أعلى إلى أسفل النورة رأسية فيها أزهار على محور النورة الزهرة صليبية لها أربع بتلات صفراء اللون التفتح بيكون من الأزهار القاعدية في الأول ثم يتجه التفتح الخاص بالأزهار على النورة إلى أعلى السمرة أو بذرة الكانولا عبارة عن قرن طويل بيحتوي طبعا طوله من 5 ل 7 لونه أخضر في البداية وبياخد اللون المصفر عند النضج بيتفتح عند جفافه في كل قرن بيحتوي من خمس لعشر بذور البذرة بتكون كروية صغيرة في الحجم. مع زراعة الكانو اللي احنا قلنا محصول شتوي بيتزرع في شهر اكتوبر ونوفمبر في الوجه البحري اقدر ازرع في الاسبوع الاول من اكتوبر عشان فترة الزراعة والانبات بتتأثر بسكوت الامراض الامطار وده بيعيق العمليات الزراعيه. في مصر الوسطى والوجه الابلي الزراعه بتتم في منتصف اكتوبر حتى منتصف نوفمبر وأراعي عدم التأخير عن المعدة عشان أيضا الإنبات بيتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة ليلا في الوجه الابلي ومصر الوسطى. التربة المناسبة للكانولا يمكن زراعة الكانولا طبعا في جميع أنواع الأراضي وهي من المحاصيل اللي بتتحمل الظروف البيئية المختلفة. واقدر كمان ازرعها في الاراضي المستصلحه حديثا والاراضي الهامشيه اللي لا تجود فيها المحاصيل الشتويه التقليديه عشان كده بنقدر نزرعها في كل انواع الاراضي حتى الرمليه والاراضي الملحيه اصناف الكانولا صنفين مهمين صنف اسمه بكتول نسبه الزيت فيه بتوصل ل 40% وصنف اسمه سرو أربعة نسبه الزيت بتوصل فيه ل 42% الدوره الزراعيه للكانولا بيتبادل طبعا زراعة الكانولا مع المحاصيل الشتوية وينصح بزراعته طبعا في الأراضي الحديثة الاستصلاح زي توشكا لعدم منفس منافسة المحاصيل الرأسية الشتوية لزراعته. طرق زراعة الكانولا أقدر أزرعه زراعة يدوية أو زراعة آلية. الزراعة اليدوية بخطط الأرض بمعدل 12 خط في الأصابتين وبزرع في جور على مسافات 10 سم بين الجور على ريشة واحدة. في الزراعة الآلية طبعا لو هستخدم ستارة أو بلانتر من افضل طرق الزراعه للكانولا هي الزراعه الاليه لان بقدر ازرع في سطور كميه التاول لازمه لزراعه فدان واحد من الكانولا من 2.5 ل 5 كيلو حسب طريقه الزراعه يعني ايه لو زراعه يدويه هزرع الفدان ب 5 كيلو جرام من البذور وطبعا في الحاله دي اخد بالي لازم اخلط البذره بالرمل بنسبه 50% قبل الزراعه لو الزراعه اليه هضيف 2 كيلو ونص فقط بذره للفدان. تسميد الكانولا بالنسبه للسماد البلدي اقدر اضيف 20 متر مكعب للفدان في الاراضي الرمليه والمستصلحه حديثا ومهم ان انا اخلط مع السوبر فوسفات اثناء عمليه الخدمه قبل الزراعه. التسميد الكيماوي اللي هو ان بي كي او التسميد الفوسفاتي والبوتاسيوم والنيتروجين اولا في التسميد الكيماوي هو التسميد الفوسفاتي في الاراضي القديمه بضيف 200 كيلو جرام بتزيد في الاراضي الجديده الى 300 كيلو جرام عند تجهيز الارض للزراعه التسميد الازوتي بضيف في الاراضي القديمه 100 كيلو جرام نترات نشادر على دفعتين الدفعه الاولى بتكون بعد الخف والثانيه بعد شهر من الاولى اما في الاراضي الجديده بالنسبه للازوت بزود الكميه شويه ل 150 كيلو جرام نترات بتكون على ثلاث دفعات متساويه الاولى عقب الزراعه وقبل الري مباشره الثانيه عقب الخف الثالثه بتكون بعد شهر من الجرعه الثانيه تسميد البوتاسي بضيف 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم بضيفها دفعة واحدة عند تجهيز الأرض للزراعة أو بعد عملية الخف مع دفعة السماد الأزوتي. رأيي الكانولا في الأراضي الجديدة خاصة الرملية لما بستخدم الري بالرش أقدر أروي على فترات متقاربة كل ست أو عشر أيام طبقا لعمر النبات ودرجة الحرارة عشان النباتات ما تتعرضش عندي للعطش. في الأراضي القديمة بروي الكانولا علي فترات بتوصل شوية الي عشرين يوم حسب طبيعة التربة والأحوال الجوية وحالة نمو النباتات، أهم حاجة عندي عدم تعريض النباتات للعطش خاصة خلال فترة تكوين البذور وفترة النضج الفسيولوجي، النبات بيحتاج طبعا للري حتى ظهور علامات النضج الفسيولوجي عشان أساعد البذور علي الامتلاء، أهم علامات النضج في محصول الكانولا هي جفاف الاوراق واصفرار القرون وكمان تحول لون البذره الى اللون البني في القرون الطرفيه والى اللون الاسود في القرون السفلى والوسطيه على النباتات الحصاد بيتم في الصباح الباكر معايا لغايه الساعه 10 صباحا علشان ما يحصلش انفراط للقرون وافقد المحصول بسبب ارتفاع الحراره والحصاد طبعا بيتم بتليع النباتات او القطع بقاله حاده من فوق سطح التربه ومهم عندي ان انا احط النباتات في اكوام على هيئه هرم حتى تمام الجفاف لمده من سبعة ل ايام اهم العوامل المتاثر في انتاجيه الكانولا عندي خدمه جيده للتربه بتأثر في انتاجيه الكانولا فلازم ازرع بمعدلات التاول اللي احنا وصينا بيها عشان احقق الكثافه النباتيه المثلى تاني حاجه بتاثر في انتاجيه الكانولا عدم تاخير الزراعه مش عايز اخر عن الميعاد اللي احنا ذكرناه كذلك خف النباتات عمليه مهمه جدا ما ينفعش اتاخر فيها عشان المحصول ما يقلش التسميد في المواعيد المقررة زي ما قلنا بالمعدلات اللي احنا وصينا بيها عدم تعطيش النباتات ايضا بيؤثر في انتاجيه الكانولا خاصه في فتره امتلاء البذور والنضج الفسيولوجي الحصاد في الميعاد الامثل مهم جدا مش عايز البذور بتاعتي لو انا بكرت في الحصاد البذور مش هتمتلئ وهتكون في بذور دمرة ولو اتاخرت هيحصل فرط للبذور عمليه التنفيض والدراس في الكانولا في حاله الحصاد اليدوي طبعا انا بفصل البذور عن القرون بدق النباتات من خلال الدق بعصاي على مفرش او مفرش بستخدم ماكينه الدراس والتزريه وبعد كده اعمل عمليه التعبئه كميه المحصول اللي اقدر استخرجها من زراعه فدان بنبات الكانولا تتراوح من طن الى طن ونص من البذور كده تاني محصول معانا في الباب الخاص بمحاصيل البذور الزيتيه درسناه بشكل وافي، تعالوا بقى ننتقل إلى باب جديد وهو محاصيل أخرى. محاصيل أخرى طبعًا إحنا من بداية العام الدراسي بندرس محاصيل بذور بقولية، محاصيل ألياف، محاصيل سكرية، محاصيل حبوب، يعني محاصيل بذور زيتية. طب إيه هي المحاصيل الأخرى؟ عندنا محصول اليوم هو البصل. البصل كأهمية اقتصادية بيستخدم في صوره ابصال جافه طازجه او مجففه في تغذيه الانسان يبقى البصل كمحصول محصول اقتصادي هيتم دراسته بشكل وافي ليه مهم لانه بيستخدم في تغذيه الانسان في شكل ابصال جافه او مجففه البصل الاخضر الطازج ايضا يستخدم في تغذيه الانسان طب ايه الاهميه الاقتصاديه الثالثه البصل من محاصيل التصدير فبيتصدر في صوره ايضا ابصال جافه وابصال مجففه او بصيلات صغيره البصل بيستخدم ايضا في الاغراض الطبية عشان كده مهم اقتصاديا تعالوا نشوف نظرة سريعة على الانتاج المحلي في جمهورية مصر العربية البصل طبعا نبات ذو حولين يعني بيبقى فيه موسمين نمو كل المحاصيل اللي بندرسها محاصيل لها موسم واحد بنقول عليها مو يعني حولية اما البصل ذات حولين يعني في موسم نمو اول وموسم نمو تاني موسم النمو الاول خاص بانتاج الابصال ان انا بحصل في الاخر على البصله طب موسم النمو الثاني ده خاص بانتاج البذور لو انا عايز انتج الحبه السوداء اللي هي بذور البصل التلقيح في البصل بيكون خلطي بالحشرات المساحه المنزرعه من البصل في جمهوريه مصر العربيه سواء منفرد او تحميل بتوصل ل 150 الف فدان بتنتشر زراعته في كل محافظات الوجه البحري ومصر الوسطى ومصر العليا آه وبتزرع في كل محافظات الجمهوريه وبتزرع منفرد او تحميل مع نبات القطن واقدر انتج البصل عن طريق الشتل او البذره مباشره او البصيلات الوصف النباتي سريعا لنبات البصل الجذر هنا جذر عرضي بيشكل مجموعه الجذر الاساسي للبصله وجذور البصل بتكون قليله الانتشار بشكل راسي او افقي بتكون بيضاء لامعه سمكها بيبلغ حوالي 1 ملم بتنتشر الجذور تحت سطح التربه لمسافه بتوصل ل 40 سم في كل الاتجاهات في احيانا جذور بتكون متعمقه لاكثر من 90 ولكن اغلب الجذور في البصل مش بتتعمق اكثر من 45 سم البصل بينتج جدر جديد كل 3 ايام عشان كده اقدر احسب عمر البصله من خلال عدد الجذور الموجوده بيها ساق البصل بتكون قرصيه الشكل مندمج ليه سلميات متقزمة جدا الساق بتحمل الأوراق الغشائية طبعا على جانبيها العلوي وبيتكون منها أيضا الجذور اللفية العرضية اللي هي بتنمو أسفل سطح التربة ورقة البصل بتختلف في الشكل والتركيب حسب مراحل النمو يعني ايه فبنلاقي الأوراق الأولى بتكون كبيرة في الحجم وبيقل حجم النصل تدريجيا في الأوراق اللي بتتكون بعد ذلك ظاهرة البصل بصل بيديني البصل, البصل الفتيل بيديني لما المنتج من زراعه البذور شمراخ زهري واحد بتظهر الشماريخ الزهريه بعد مرور ثلاث شهور من الزراعه زي ما احنا شايفين في الصوره الحامل الزهري على فكره بيسمى الحنبوط الحنبوط دي لفظه خاصه بمحصول البصل هندرسها في المصطلحات الخاصه بمحصول البصل وبيستمر ظهور لمدة شهرين تقريبا وطول الشمراخ الزهري ده الواحد بيوصل من 60 سم ل 120 سم كل شمراخ من الشماريخ دي بيشيل نورة خيمية كاذبة النورة الواحدة فيها ما يقارب من 50 إلى 2000 زهرة أزهار البصل لونها أبيض أو بنفسجي والزهرة خنسة التلقيح الذاتي يعتبر طبعا مستحيل لأن حبوب اللقاح بتنضج الأول وبتم من نسرها قبل استعداد المياسم للتلقيح أساسا عشان كده التلقيح في البصل بيكون خلط بنسبه 90%، والبصل بشكل عام بيزوره حوالي 260 نوع من الحشرات اهمها النحل. تعالوا بقى هندرس في البصل مرحلتين، المرحله الاولى وهي انتاج الابصال، والمرحله الثانيه وهي انتاج البذره، انتاج البذره دي هندرسها في المقرر الخاص بشهر مايو باذن الله في الحلقه القادمه، اما اليوم هندرس المرحله الاولى وهي انتاج الابصال. طب عشان انتج البصل في ثلاث طرق. أول طريقة وهي طريقة الشتل وما تسمى بالبصل الفتيل وتاني طريقة هي زراعة البذرة بشكل مباشر في الأرض المستديمة ودول اللي هندرسهم اليوم أما الطريقة الثالثة زراعة البصيلات هتكون أيضا في الحلقة القادمة بإذن الله نركز بقى مع بعض في أول طريقة وهي إنتاج البصل بطريقة الشتل أو ما يسمى البصل الفتيل هبتدي بزراعة المشتل طالما هستخدم الشتلة يبقى أنا عايز يكون عندي شتلة فلازم أزرع البذره عشان احصل على الشتله، تعالوا نزرع المشتل ونشوف ايه المطلوب اولا، ميعاد الزراعه الخاص بارض المشتل، في الوجه الابلي هبتدي ازرع من منتصف شهر 8 حتى نهايه 9، طب في الوجه البحري هبدا زراعتي من اول اكتوبر، هبدا زراعه ارض المشتل من اول اكتوبر، التربه المناسبه لزراعه ارض المشتل يهمني طبعا اراعي فيها شويه مواصفات سواء لارض المشتل او سواء للارض المستديمه، فالمعلومات دي كلها ثابته في الطرق اللي هندرسها مع بعض فالتربة المناسبة تعالوا نشوف ايه شروط الملائمة لأرض المشتل اولا تكون قريبة من مصدر دائم للري اثنين عدم التسميد البلدي لتجنب الاصابة بالحفار يعني ما يكونش أرض المشتل فيها سماد بلدي كتير ثلاثة تكون خالية من الحشائش والأمراض خصوصا مرض العفن الأبيض ومرض الجزر الأورمفولي. أربعة تكون دي التربه اللي احنا عايزينها بقى صفراء خفيفه تكون ارض صفراء خفيفه او تقيله خاليه من الاملاح نسبه الكالسيوم متو يعني ما تزيدش عن 10% لان ده بيعمل تشقق لسطح الارض فبالتالي هيقطع الجذور الضعيفه بتاعه الشتله دي اربع شروط مطلوبين في الارض اللي انا عايز اعملها مشتل عشان احصل فيها على شتله اقدر ازرع فيها الارض المستديمه الموقع في الدوره موقع البصل من الدورة الزراعية، تعالوا نشوف مع بعض أفضل استخدام دورة زراعية ثلاثية لتجنب انتشار الأمراض. فبيختلف موقع البصل في الدورة حسب الغرض من الزراعة، يعني زي ما وضحنا في موضوع إنتاج هنتج بصل ولا هنتج بذرة وهنتج البصل إزاي؟ فتيل ولا بذرة ولا بصيلات. أصناف البصل اربع اصناف مهمين نركز فيهم جيزه سته محسن ده بيتزرع في محافظات الوجه الابلي خاصه في العروة الشتويه وابصال الصنف ده بتكون صفره ذهبيه اللون شكلها مبطط بيمتاز بجوده التخزين بيصلح للتصدير ويصلح لصناعه التجفيف ده كله جيزه سته محسن ولكنه لا يجود في الوجه البحري لانه بيصاب بالامراض الفطريه طب جيزه 20 بيتزرع في محافظات الوجه البحري والابلي في العروات الشتويه بيمتاز بايه بوفره المحصول الجوده الفائقه في التخزين بيصلح للتصدير لون ابصاله اتكن من صنف جيزه 6 محسن وبيصلح ايضا لصناعه التجفيف وكل نسبه الابصال الناقضه والمخالفه للصنف عندنا صنفين كمان جيزه احمر وجيزه ابيض جيزه احمر دي ابصال بتكون صلبه لون القشرة أحمر غامق ومتماسكة لون اللحم بيكون أحمر غامق أيضا لجميع الأوراق الشحمية فترة التخزين العادي بتوصل ل 8 شهور محصوله تصديري جيد في البلاد العربية بيتزرع في الوجه البحري ومصر العليا لكنه غير مرغوب في صناعة التكفيف أما جيزة أبيض فهي الأبصال صلبة ولون القشرة أبيض ومتماسكة ولون اللحم أيضا أبيض ناصع فترة التخزين بتوصل لتسع شهور وبيصلح لصناعة التكفيف المنتج النهائي ممتاز جدا في التجفيف وبالزرع في الوجه البحري والإبل. كميه التقاوي هتختلف طبعا كميه التقاوي حسب طريقه الزراعه. انا عندي المعدل الاساسي من 40 ل 45 كيلو جرام بزرع لفدان المشتل. يعني لو انا عندي مشتل عايز ازرعه تقاوي هحتاج كام كيلو تقاوي من 40 ل 45 كيلو جرام بس الكميه دي هتختلف حسب طريقه الزراعه. تعال نشوف. لو هزرع بطريقه الزراعه في احواض هحتاج من 40 ل 50 كيلو جرام الحبة السوداء أو البذرة دي عشان أزرع الفدان بتاع المشتل. طب لو أنا هزرع في خطوط هتقل شوية ل 30 كيلو جرام. طب لو هزرع على مساطب هي هي 30 كيلو جرام أيضا زي الخطوط. طب لو أنا هزرع في سطور بقى الزراعة المنظمة الدقيقة اللي بيبقى فيها توفير هحتاج من 15 ل 20 كيلو جرام بذرة لفدان المشتل الواحد. طرق الزراعة احنا اتكلمنا عليها حاليا في كمية التأوي تعالوا نشوفها مع بعض. أولاً عشان ازرع ارض المشتل اقدر ازرع بطريقه الزراعه في احواض الطريقه دي بتتبع في الاراضي الصفرة الثقيله او الخفيفه الخاليه من الحشائش مهم عندي ان انا انعم واسوي التربه بشكل جيد بقسم الارض الاحواض مساحه الحوض بتكون من 3 3 في 4 متر تقريبا بزرع البذور بدار بغطيها بغطاء خفيف من التراب طب الزراعه في خطوط بخطط الارض بمعدل 14 خط في الاصابتين من بحري لابلي ناخد بالنا من اتجاه التخطيط بخطط من البحر الابلي ليه؟ عشان اعرض الرشتين الشرقيه والغربيه لدرجه حراره متساويه وبزرع البذور على الرشتين سرسبه في المجرى او الثلث العلو من الخط. بغطيها طبعا بغطاء خفيف من التراب والطريقه دي بتتبع في حاله وجود حشايش في ارض المشتل وبسهل عمليه النقاوه اليدويه بهذه الطريقه. لان الطريقه اللي في الاحواض مش هقدر انزل واشيل الحشائش طب في الزراعه على المصاطب الطريقه دي ايضا تتبع في الاراضي الصفره الثقيله المساطب بتكون في الاصابتين بعمل 8 مساطب فقط بزرع اما بدار البذره او بزرع البذره في سطور بغطي البذره والطريقه دي ايضا بيسهل فيها عمليه النقاول اليدويه للحشائش واقدر اقلع الحشائش ايضا بسهوله الزراعه في سطور دي بتتبع عند زراعه مشاتل بقى بمساحات كبيره في الاراضي الصفره الخفيفه والرمليه وبيستلزم هنا تنعيم الارض وتسويتها بشكل جيد الزراعه بقدر استعمل فيها سطرات يدويه او سطرات اليه على ابعاد من 10 ل 15 سم بين السطور الطريقه دي تمتاز طبعا ان انا بستخدم كميه تقالي قليله زي ما قلنا من 15 إلى 20 كيلو فقط فتوفير كبير في كميه التقاوي وكمان مش محتاج ان انا اقسم الارض الى احواض في حاله الري الرش او اذا كان الري بالغمر بقسمها طبعا الاحواض بتتناسب مساحتها مع درجه استواء سطح التربه مساحة فدان المشتل اللي أنا زرعه هحصل منه على شتلة تكفي زراعة كم فدان تزرع لي من 8 ل 10 فدان في الأرض المستديم يعني الفدان اللي أنا زرعته يكفي لي زراعة 10 فدان من الأرض المستديم تعالوا نشوف الري في حالة الزراعة في أحواض أو في سطور أنا بعمل ري زراعة على البارد بهدوء كده المية تدخل بهدوء عشان ما يحصلش جرف للبذور المية لو دخلت على الحامي كميه ميه كبيره في وقت سريع هيحصل جرف للبذور لا انا بروي الري على البارد في حاله الزراعه على خطوط او مصاطب مهم عندي ان الميه ما تغطيش رؤوس الخطوط او المصاطب. لا انا عايز الميه توصل لراس الخط او راس المصطبه بطريقه النشع الرايه الثانيه بيتم بعد حوالي من 3 ل 4 ايام من الرايه الاولى بدي رايه ثالثه بعد 5 7 ايام مهم عندي ان انا ما اسيبش التربه تجف عشان ما يحصلش ليها تشقق والتشقق ده هيضر الجذور والبدرات بعمل عمليه تكرار للري بعد من 7 ل 10 ايام وبوقف الري قبل تقليع شتلات باسبوعين مهم عندي ان انا اوقف الري قبل تقليع شتلات بحوالي اسبوعين تسميد ارض المشتل هضيف طبعا 200 كيلو جرام سوبر فوسفات كالسيوم محادي اثناء الخدمه ومن 60 ل 90 وحده ازوت للفدان نيتروجين يفضل طبعا انا بستخدم الازوت في صوره من الصورتين دول يا سلفات نشادر يا نترات نشادر وايضا السماد الازوت بيضاف على دفعتين الاولى بعد بتكون 20 يوم من الزراعه والثانيه بعد 15 يوم من الاولى بضيفه نسر في حاله الزراعه بدار او في السطور او اضيف السماد الازوت سرسبه اسفل النباتات لو انا زارع في خطوط وده في الاراضي الخفيفه طب في الاراضي الرمليه بزود المعدل شويه ل 90 وحده ازوت برضه بضيفها بس هنا على خمس دفعات الاولى عند الزراعه الثانيه بعد 15 يوم من الاولى وبعد كده بدي دفعه كل اسبوع الحشائش ومقاومتها في ارض المشتل او حتى الارض المستديمه بتنتشر بالمشتل طبعا حشائش حواليه شتويه زي السلق والسريس والحندقوق والحميد كل ده بنشيلها من خلال النقاوة اليدوية او استخدام مبيدات حشائش موصى بيها افات المشتل بكافحها لو لاحظت ان انا عندي انفاء حفار على طول لازم اعامل ارض المشتل بالطعم السام والمكافحه عامه بتتم بعد رايه الزراعه للمشتل تقليع الشتلات في المشاتل المبكره بعد مرور 50 60 يوم اقدر اقلع الشتلات بتاعتي طب في المشاتل المتاخره بسيبها شويه زياده ل 70 يوم واقدر احصل منها على الشتله اللازمة عشان ازرعها في الارض المستديمه يفضل طبعا تكون الشتله وصلت لحجم الالم الرصاص ومهم جدا وقت تقليع الشتلة بعد مرور شهرين من زراعتها إن أنا أستبعد الشتلات اللي أنا هقول عليها دلوقتي أولا الشتلات المجروحة والمكسورة مش هينفع إن أنا أزرعها الشتلات اللي كونت رؤوس إحنا قلنا لازم يكون الشتلة زي القلم الرصاص لكن لو كونت راس مدورة ده هيخليني لما أزرعها هتتجه يا إما إن هي تعمل أبصال مزدوجة أو حنبوط يعني هتتجه للتزهير وتطلع لي حامل زهري أو شمراخ وتتجه للتزهير مش لتكوين بصلة وأيضا أستبعد الشتلات الرفيعة والمصابة بذبابة البصل والأمراض الفطرية خاصة مرض العفن ومرض الجزر الأنفولي ده عملية فرز بنعملها أثناء تقليع الشتلات وبعد ما الشتلات توصل للحجم المناسب طبعا وبعد ما أعمل عملية الفرز بطوش الأوراق بقى تلت نموها الخضري عشان أقلل عملية فقد الرطوبة فيها عشان احزمها بعد كده حزم كل حزمه فيها حوالي 100 شتله وبسيبها راسيا في مكان جاف مظلل واقدر احفظها بالشكل ده لمده اسبوعين ثلاثه الشتله اللي انا مربطها حزم 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 اقدر اركنها في مكان مظلل لمده اسبوعين ثلاثه لحين ما اجهز الارض المستديمه لان التجهيز طبعا هيحتاج حرد وسماد وتجهيز زي التقسيم والتصحيف والتسويه كده المرحله الاولى مرحله انتاج الابصال بطريقه الشتل اول حاجه اتكلمنا فيها زراعه المشتل طب تاني حاجه بقى هي زراعه الشتله في الارض المستديمه الشتله اللي انا حصلت عليها من زراعه المشتل تعالوا نشوف الارض ايه المناسبه اللي انا هزرع فيها الشتله بتاعه البصل اولا تكون برضو صفراء خفيفه او تقيله مش هيختلف الكلام عن ارض المشتل اقدر ازرعها طبعا في الاراضي الرمليه او الطينيه المهم تكون خاليه من الاملاح ونسبه الكالسيوم ما تزيدش عن 10% لان ده بيأثر على شكل البصله في الشكل كمنتج نهائي وأيضا تكون التربة خالية من مرض العفن الأبيض ومرض الجزر القرنفلي عشان كده قلنا في الدورة الزراعية لازم أزرع القصب كل ثلاث سنين أو دورة زراعية عشان أتفادى موضوع الأمراض. ميعاد الزراعة في الأرض المستديمة نفتكر مع بعض في الوجه الإبلي كنت هزرع المشتل في أغسطس طب هسيبه شهرين يبقى هبتدي أزرع في أكتوبر بالظبط كده في الوجه الإبلي ميعاد الزراعة هزرع شتلة بتاعتي في منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر طب في الوجه البحري لو نفتكر المشتل قلنا هنبتدي زراعته في اول اكتوبر في الوجه البحري. طيب بعد اسبوع بعد شهرين حصلت على الشتله يبقى معاد الزراعه في الارض المستديمه هيكون من اول ديسمبر. في زراعات بتكون متاخره وفي بيكون هزرع البصل تحميل فممكن امتد في معاد الزراعه الى اخر يناير واوائل فبراير. المهم ما اخرش عن كده لان التاخير بيؤثر على حجم البصله والمحصول ككميه في النهايه. طرق زراعه الارض المستديمه بقدر ازرع في سطور الطريقه دي طبعا بستخدمها في اراضي الوجه الابلي وبسوي الارض بشكل جيد واقسمها ويكون عرض من سبعه 10 متر الحوض الواحد حسب استواء سطح الارض والزراعه بتتم في سطور بشكل عمودي علي اتجاه الاوني المسافه بتكون حوالي 20 سنتي من بعضها وبرص شتلات يعني علي بعد عشره سنتي بين الشتله والتانيه وبغطي النباتات طبعا بتراب خفيف واقدر بالطريقه دي ازرع من 36 ل 42 سطر في الاصابتين طب الزراعه على خطوط هم 14 خط فقط في الاصابتين وبخطط برضو من بحر الابلي احنا اتكلمنا في الموضوع ده التخطيط المعاكس لو انا خططت من الشرق للغرب هيعمل عدم انتظام لتوزيع الحراره على الشتلات فهيديني نباتات كتيره او نسبه الحنبوت النباتات اللي بتتجه للتزهير مش بتتجه لتكوين ابصال هتكون بسبب انخفاض درجه الحراره هتبقى زياده فبغرس شتلات على بعد 7 سم على جانبي الخط في التلت العلوي والتربه جافه واقدر ازرع في وجود الميه فبالزراعه المحمله هنا اه اقدر ازرع البصل مش بشكل منفرد اقدر ازرع تحميل على محصول اساسي زي القطن بزرع شتلات على الريشه البطاله يعني في ريشه عماله دي مزروع فيها قط الريشه البطاله الريشه اللي مش مزروعه ابتدي ازرع عليها البصل على قمه الخط وكمان اقدر ازرع على مصاطب عرضها 120 سم مع زراعه خمس سطور وسط المصطبة بس هترك ريشة المصطبة خالية لزراعة القطن عليها تسميد في الأرض المستديمة يفضل عدم استخدام السماد البلد زي ما قلنا عشان ما جيبش كتير من الحشائش أو الجراثيم الخاصة بالأمراض للتربة وخصوصا الأراضي الحديثة أعتمد في التسميد على برنامج التسميد الكيماوي اللي مرتبط بالأزوت والفسفور والبوتاسيوم فأقدر أضيف الأسمدة العضوية المتحللة والكمبوست في الأراضي الرملية الفقيرة اما في الاراضي الصفراء الطينيه هستخدم بقى تسميد الكيماوي 300 كيلو جرام فوسفات للفدان بضيفهم اثناء تجهيز الارض للزراعه هضيف من 90 ل 120 وحده ازوت بضيفهم على دفعتين الاولى بعد الشتل بشهر والثانيه قبل الريه الثانيه بعد شهر من الاولى في الأراضي الرملية بضيف من 300 ل 400 طبعا عشان أراضي فقيرة فبزود كمية السوبر فوسفات وأيضا بضيفه أثناء عمليات خدمة الأرض للزراعة وبضيف 50 كيلو جرام صفات بوتاسيوم بضيفه أثناء عمليات تجهيز الأرض للزراعة أما الأزوت بضيف 150 وحدة للفدان على دفعات صغيرة متزايدة عادة بتكون رية بالسماد ورية من غير سماد اللي إحنا بنطلق عليها رية وريا بسمد رية ورية أيضا يجب عدم تأخير التسميد الأزوتي عن أواخر فبراير في الصعيد وعن آخر مارس في الوجه البحري عشان النضج عندي ما يتأخرش طيب ري الأرض المستديمة أو ري البصل البصل من المعروف أنه هو من النباتات الحساسة للري فمهم جدا تكون فترات الري منتظمة وأهم حاجة عندي النبات ما يتعرضش للعطش وبعدين أرجع أرويه لأن لو عملت الحركة دي عطش النبات وبعدين رويته هيتعرض أو النبات يتجه ليه التزهير مش لتكوين ابصال فهيطلع عندي حنبوت كتير وهتطلع عندي ابصال مزدوجه كتير وابصال مقشوره كتير. فترات الري بتتوقف على نوع التربه بمعنى في الاراضي الطينيه هروي كل شهر لان اراضها متماسكه وفيها بتحتفظ بالرطوبه، طب في الاراضي الرمليه الصفراء الخفيفه بأثر الفتره دي حسب احتياج النباتات. من الضروري طبعا ان انا امنع الري قبل الحصاد. ليه؟ عشان اقدر احصد. طيب في الاراضي الطينيه همنع الري في الاراضي الطينيه قبل الحصاد بشهر طب وفي الاراضي الرمليه هم اسبوعين فقط قبل الحصاد عشان نتفادى وجود الابصال العرقانه اللي احنا بنستبعدها وقت فرز البصل النضج والتقليع والتصميد اولا المحصول بينضج بعد مرور خمس شهور من الزراعه المحصول بيعتبر ناضج لما الاقي العرش 50% منه جف او حصل فيه رقاد التقليع بيكون قبل هذه المرحله بيسببني انا مشاكل بيؤدي لكثره وجود الابصار الخضرة اللي لها عنق سميك وده بيؤدي لإصابة بالامراض الفطرية طيب لو انا اخرت عن الميعاد ده هتظهر الابصار المقشوره والعرقانه وهتظهر الايه؟ الاصابه بمرض العفن الاسود وعفن القاعده وكمان الابصار هتكون معرضه لتهشم الاعناق وبيؤدي لاصابتها بمرض عفن الرقبه فاثناء عمليه التقليع بتستبعد الابصال المزدوجه هي في الصوره اللي على اليمين بلاقي البصله بدل ما هي راس واحده او بصله واحده بتنقسم الى اكتر من بصله فبنسميها ابصال مزدوجه والصوره اللي على الشمال ده الحنبوط اتجهت البصله بدل الى تكوين بصله لا الى عملت حامل او شمراخ زهري وتتجه للتزهير فبستبعد كل ده عمليه تسميط البصل نركز فيها ايضا بيتم رص الابصال بعد الحصاد بشكل راسي في مراود في مكان جاف بحيث يكون العرش الاعلى وبعد كده أعمل عملية ترديم بالتراب على أطراف المراود عشان أقدر أغطي التراب ده جوانب الأبصال الخارجية مش عايز الجوانب تتعرض لأشعة الشمس لغاية لا لما يتف يجف العنق وبيساعد ده طبعا أن الأبصال يتم قفلها وما تتعرضش للأصابة بالأمراض الفطرية والحشرات عملية التصميم دي بتستغرق حوالي أسبوعين حسب الجو ودرجة الحرارة في المنطقة عشان اجهز المحصول للتسويق والتصدير بعد اجراء عمليه التصميت التصميت دي لفظه خاصه ايضا بمحصول البصل بيتم تقطيع العنق خلاص اسبوعين اعمل عمليه التصميت فالعرش جاف فببتدي اقطع الاعناق بحيث يكون طول العنق من 2 ل 3 سم فقط والعنق ما ينفعش اشيله بشكل كامل علشان ما عرضش الانسجه الداخليه للاصابه من الفطريه والبكتيريه وبعد عمليه تقطيع الاعناق وتهذيب الجذور بنقل الافصال في مكان هاوي لمدة يومين لازم اعملها عملية تهوية وبعد كده اعمل عملية فرز نهائي بستبعد فيها الابصال المخالفة للشكل واللون والابصال المصابة بالامراض والمجروحة وعبيها زي ما احنا شايفين في العبوات المناسبة او الاجولة او الشوال زي ما احنا بنقول عليه في السوق كمية المحصول الفدان بيديني من 15 ل 18 طن للفدان الواحد كمية دي بتختلف حسب نوع الارض ومدى تنفيذ عمليات الخد كده المرحلة الأولى مرحلة إنتاج الأبصال اتكلمنا عن طريقة الشتل تعال نخش بقى على إنتاج الأبصال في الطريقة الثانية رقم 2 اللي هي زراعة البذرة مباشرة أما الطريقة الثالثة هتكون في الحلقة القادمة بإذن الله طيب يبقى انتاج الابصال بزراعه البذره بقى بشكل مباشر هنا ما عنديش مشتل هزرع البذره بشكل مباشر في الارض المستديمه هيكون امتى معاد الزراعة؟ هزرع البذرة بشكل مباشر في الحقل المستديم ابتداء من منتصف نوفمبر. الأصناف في الزراعات المبكرة هستخدم صنف جيزة ستة محسن وجيزة أبيض. لكن طيب في الزراعات المتأخرة اللي في الوجه البحري هستخدم جيزة عشرين وجيزة أحمر ناخد بالنا في الفروقات من الأصناف. طب الأرض المناسبة اللي أنا هزرع فيها البذرة بشكل مباشر عشان أنتج الأبصال هتكون محتاج الأرض الصفراء الخفيفة أو الرملية ويجب تجنب الزراعه في الاراضي الكلسيه اللي برضه اللي فيها نسبه كالسيوم اكثر من 10% نفس الطريقه اللي فاتت إيه بيحصل تماسك بعد الري فبتؤثر على انبات دي الاراضي اللي فيها نسبه كالسيوم عاليه كميه التاوي يحتاج الفدان هزرع تاوي قد ايه الفدان الواحد يحتاج من 4 ل 6 كيلو جرام بزرع هزرعها بدور طيب لو انا هستخدم الستاره هتقل شويه ل 4 كيلو طب لو انا هستخدم الات بقى زراعه حديثه في المساحات الكبيره تحتاج كيلو واحد بزور لزراعة الفدان إعداد الأرض للزراعة مهم جدا إن أنا أعتني بتجهيز الأرض بحرتها بشكل جيد أزحف بشكل جيد عشان تصبح ناعمة ومستوية بشكل كبير إذا أمكن طبعا أقدر أستخدم التسوية بالليزر فيفضل ده خاصة إذا كان الري بالغمر وبيتم تقسيم الأرض إلى مصاطب بحيث يماثل عرض المصطبة عرض آلة التسطير ومضاعفاته حتى تتم الزراعه بشكل سهل. في حاله الزراعه تحت نظام الري بالرش مفيش هناك حاجه الى التقسيم او ان انا اعمل بتون او فواصل وكذلك ايضا في حاله الارض اللي تم تسويتها بالليزر. مهم عندي ان الارض يكون فيها نسبه رطوبه خصوصا الاراضي الرمليه لان الجفاف هيؤثر على عمق الزراعه. طريقه الزراعه هنا في الارض المستديمه بالبذره. هتم على مصاطب باستخدام الات زراعيه مخصصه لكده بمعنى هيتم معايره الاله اللي انا هستخدمها حسب معدل التقاوي اللي احنا ذكرناه مع ان انا اراعي المسافه ما بين السطور تكون 20 سم والمسافه بين النبات والذي يليه من 7 ل 10 سم طب الري يفضل طبعا استخدام الري بالرش او التنقيط في الاراضي الجديده ويجب الاهتمام بالري خاصه خلال فتره الانبات بحيث يتم الري كل يومين بعد كده بانتظام ده موضوع الري في حالة استخدام الري بالرش أو بالتنقيط في الأراضي الجديدة ده يكون المفضل واهتم بالري خاصة خلال فترة الإنبات عدم انتظام الري هيعمل لي مشكلة هيزود نسبة الأبصال المزدوجة والمقشورة ومهم قاعدة عامة في الري إن أنا أمنع الري قبل تقليع الأبصال بأسبوعين في الأراضي الرملية تعالوا نشوف التسميد اول حاجه هضيف من 200 ل 300 كيلو جرام سوبر فوسفات احادي اثناء خدمه الارض للزراعه هضيف ايه تاني من الاسمده الكيماويه من 50 ل 100 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم هضيفهم مع 100 كيلو جرام كبريت زراعي ايه تالت هضيف بقى الازوت من 90 ل 120 وحده ازوت للفدان بضيفها على دفعات متعدده ويفضل طبعا انا استخدم زي ما قلنا الازوت في صوره سمات سلفات نشادر او نطرات الجير في الأراضي الرملية بضيف لازوت بزيادة شوية فوق ال 120 بوصل ل 150 وحدة للفدان الواحد. الحصاد والتجهيز والتعبئة في الطريقة التانية لإنتاج الأبصال وهي زراعة البذرة بشكل مباشر في الأرض المستديمة. لما بينتج المحصول بتميل النباتات في منطقة عمق البصلة وبيبدأ تهليع البصل عندما يبلغ نسبة ميل العرش حوالي 50%. يعني لما ألاقي الغيط بتاعي العرش بدأ 50% منه يجف وينزل ابتدي اعمل عمليه التقليع. بقلع النباتات باليد او باستخدام الات الحصاد المناسبه واثناء تقليع الابصال طبعا بعمل عمليه فرز لمحصول الابصال بشكل مبدئي هستبعد الابصال المزدوجه والحنبوط وبعد كده هعمل عمليه التصميط. عمليه التصميط اتكلمنا فيها هنقولها تاني. بيتم فيها وضع النباتات في مكان جاف وبكون النبات محطوط في وضع راسي يعني العرش لفوق وبشكل متجاور جنب بعضها في حاجة اسمها مراود ضيقة العرض في شكل مستطيل بغطي جانب المراود دي بالتراب عشان البصل اللي على الطرف ما يكونش معرض لأشعة الشمس بسيب النباتات في عملية التصميم لمدة من 10 ل 15 يوم يكون العرش جاف طب بعد كده هقطع العرش وقلنا نسيب 2 ل 3 سم وههذب الجذور وبعد كده هعمل عملية فرز نهائي بقى لان في خلال الاسبوعين اللي انا عامل فيهم المراود او التصميط هتظهر عندي ابصال عرقانه هتخلص منها ابصال مسلوقه هتخلص منها ابصال مصابه بالامراض الفطريه هتخلص منها ابصال مكسوره هتخلص منها ابصال مجروحه وغير تامه النضج هتخلص منها وبعد كده بعد عمليه تقطيع العرش هبتدي اهوي الابصال في الارض بتاعتي لمده يومين بحيث يكتمل جفاف العنق الخاص بالبصله وبعد كده اعبيها في اشويله للتسويق. كميه المحصول بتكون من 15 ل 18 طن للفدان، الكميه دي بتتوقف طبعا على ميعاد الزراعه ونوع التربه والعوامل الفنيه الزراعيه. كده محصول البصل تم زراعته بشكل وافي، دراسته بشكل وافي، ولكن نبقى فاهمين قوي ان انا اليوم اتكلمنا عن المرحلة الأولى الخاصة بإنتاج الأبصال وقلنا إنتاج الأبصال في ثلاث طرق أول طريقة هي طريقة الشتل اللي بنقول عليها البصل الفتيل وتاني طريقة طريقة زراعة البذرة بشكل مباشر في التربة وتالت طريقة هي زراعة البصيلات زراعة البصيلات زي ما ظهر في الصورة المجاورة للكلمة دي إن شاء الله هتكون في الحلقة القادمة زراعة البذرة بشكل مباشر وطريقة الشتل دي المقررة علينا في محصول البصل في شهر ابريل، بالتوفيق طبعا لكل الطلبه، لو هنعمل مراجعه سريعه كده احنا النهارده اتكلمنا عن محصول الكرتوم ومحصول الكانولا، قلنا اهم ما يميزهم ان هي محاصيل شتويه، محاصيل من محاصيل البذور الزيتيه الشتويه، وايه تاني؟ ده محصول الكرتم واخدنا بالنا من البتلات واحنا بنحصد في محصول الكرتم، بحصل على بتلات وبحصل على بذور، بذور اقدر انتج منها زيوت الكانولا ده محصول رهيب جدا تاني افضل محاصيل الزيوت في آه من بعد فول الصويا بيستخدم بشكل تجاري كبير جدا واتكلمنا ايضا عن البصل فمهم جدا الثلاث محاصيل اللي احنا اخدناهم النهارده اتمنى طبعا نكون استوعبناهم بشكل كويس القرطم والكانولا محاصيل بذور زيتيه ومحصول البصل درسناه لسه هنكمل فيه في الحلقه القادمه تاني ان شاء الله لانه محصول كبير وهيندرس على كذا حلقه فاتمنى لكم التوفيق طبعا والى لقاء جديد في حلقه جديده باذن الله.